الذي يحمله مؤتمرنا الكريم يسجل لنا دائما أهمية الاقتصاد لدى الشعوب العالمية أجمع. وعندما أتكلم في مجتمع عربي يحمل تلك البصمات وهو مؤهل في كل مقومات الاقتصاد، فلا بد أن نكون على هذا المستوى العال من الاجتماعات ومن المؤتمرات وفي مواجهة هذه التحديات التي يعيشها عالمنا المعاصر اليوم. كلمني عن المؤتمر العربي الثاني في منازعات العقود الاستثمار والتجارة الدولية. الحقيقة اليوم نحتفي جميعا بما تقدمه مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية في انعقاد هذا المؤتمر العربي الدولي في موضوع منازعات الاستثمار وعقود التجارة الدولية، ليشكل انعطافة كبيرة وذات أهمية استراتيجية بعيدة المدى في دور المستثمر ودور وأهمية الاستثمار في أرض مصر. مصر هذه الأرض الكبيرة البكر التي تمتلك من المقومات الأساسية لعملية الاستثمار إن كان عربيا أو أجنبيا. هنالك الكثير من المجالات البكر لا زالت في هذه الأرض المعطاء، في المجالات الزراعية، الاقتصادية، الدوائية، العلاجية، السياحية، بكل ما يمكن أن نطلق عليه من مجالات الاستثمار. نحن اليوم أو على مدى يومين من خلال هذا المؤتمر سيسلط الضوء من خلال البحوث المشاركة للعديد من الباحثين في مجال الاقتصاد وفي مجال الطاقة أيضا، ومن خلال أيضا الوركشوب التي ستنعقد على هامش هذا المؤتمر عن دور وأهمية الاستثمار وكيف أن نضع الخطوط الاستراتيجية والمستقبلية لبناء دور فاعل في أهمية العقود التجارية. نحن اليوم نعطي الأولوية دائما للاقتصاد، أو كما يقول في المصطلح الاقتصادي رأس المال جبان، ولكن عندما نجد أنها هذه الأرض العربية في مصر أنه تمتلك من المقومات والقدرات التي تستطيع من خلال الأمن التي حباها رب العرش العظيم ومن خلال المقومات الأساسية ومن خلال اللبنات الأساسية تجعل من المستثمر أنه يقيم استثماره على الأمن والأمان والقوة، وبالتالي يستطيع أن يبث هذه القوة وهذه القدرات الاقتصادية إلى عالمنا العربي أو للعالم أجمع. في مثل هكذا مؤتمرات نستطيع أن نؤكد من خلال البحوث التي ستطرح أهم النقاط الإيجابية وأهم النقاط السلبية وكيف تعالج هذه النقاط وكيف نضع الخطوط كما يقال نحو أهم الأساسيات في عملية البناء الاقتصادي وفي عملية الاستثمار أو في عملية حل النزاعات في العقود التجارية.